أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي أرقام وأصوات، نستعرض مع حضراتكم أداء البورصة المصرية، أسواق السعودية والكويت والسلع العالمية والحصاد الأسبوعي لأسواق المال، والبداية بأبرز العناوين. البورصة المصرية تواصل الصعود بأحجام تداول تتجاوز ملياري جنيه. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية خلال جلسات الأسبوع. الذهب يقفز عالميا بعد تلميحات الفيدرالية الأمريكية بتخفيف حدة السياسة النقدية. أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية ملياري جنيه فاصل 744 مليون. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 2.87% ليغلق عند مستوى 13639 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 نسبة بلغت 1.52% عند مستوى 2622 نقطة. ارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.85% ليغلق عند مستوى 3809 نقاط. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة جلاكسو سميث كلاين بنسبة بلغت 19.98% ليغلق عند 38 جنيها فاصل 44. يلي سهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية نسبة 19.96% عند 27 جنيها فاصل 95. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة الدلتا للسكر نسبة بلغت 19.95% عند 20 جنيها فاصل 67. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم شركة رواد السياحة بنسبة بلغت 4.97% ليغلق عند 17 جنيها فاصل 41. على مستوى أسواق المال الإماراتية، فقد شهدت اليوم عطلة رسمية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعين العام والخاص والأسواق المالية دبي وأبو ظبي. من المقرر أن تبدأ العطلة اعتبارا من اليوم الخميس، تستمر حتى السبت المقبل، على أن تستأنف التداولات بالأسواق يوم الاثنين الخامس من ديسمبر الجاري. فكل عام والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بكل خير. وننتقل إلى أسواق المال السعودية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على انخفاض بنسبة بلغت 0.68% عند مستوى 10822 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات ريال فاصل 866 مليون. وجاء سهم شركة مجموعة فتيح القابدة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة بلغت 6.12% ليغلق عند 31 ريالا فاصل 20. تلا سهم شركة السعودية لصناعة الورق نسبة 5.73% ليغلق عند 23 ريالا فاصل 60. وارتفع سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بنسبة 5.72% عند 37 ريالا فاصل 90. بينما تصدر سهم شركة البنك السعودي البريطاني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 4.98% عند 39 ريالا فاصل 10. أما
أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت منخفضا بنسبة بلغت 0.36% عند مستوى 8461 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 38 مليون دينار. وجاء سهم شركة الإفكو لتمويل شراء وتأجير طائرات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا نسبة بلغت 1.99% ليغلق عند 0.20 دينار. تلا سهم الامتياز الاستثمارية نسبة 1.31% ليغلق عند 77 دينارا. تلا سهم شركة بوبيان البتروكيماويات عند 0.73% ليغلق عند 0.82 دينار. إنما تصدر سهم شركة طيران الجزيرة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا نسبة بلغت 1.67% عند الدينار 0.77. وننتقل إلى الحصاد الأسبوعي. فعلى مستوى الأداء العام لمؤشرات الأسواق العربية فقد سيطر اللون الأخضر على معظم مؤشراتها خلال جلسات الأسبوع. ونبتدي معكم. وأيضا سجل المؤشر الرئيسي للسوق المصري إيجو إك 30 خلال الأسبوع ارتفاعا بلغ نسبته 6.53%. أيضا جاء سهم شركة جلاسكو سميث كلاين في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة بلغت 10.98%. وتصدر سهم مصر للأسواق الحرة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 12.55%. أما من دولة الإمارات فقد أغلق مؤشر سوق أبو ظبي المالي على ارتفاع بنسبة بلغت 0.42%. جاء سهم EDC Corporation للاستحواذ في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 14.71%. بينما تصدر سهم أبو ظبي الوطنية لمواد البناء قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 10%. فيما أنهى مؤشر سوق دبي الأسبوع على ارتفاع أيضا بنسبة بلغت 0.56%. جاء سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع نسبة بلغت 13.41%. بينما تصدر سهم تعليم القابضة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا نسبة 15%. بينما أغلق المؤشر العام للسوق السعودي تاسي على تراجع بنسبة بلغت 1%. وجاء سهم شركة المشروعات السياحية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال هذا الأسبوع بنسبة بلغت 9.98%. فيما تصدر سهم ملاذ للتأمين التعاوني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 9.69%. كما أنهى مؤشر سوق الكويت الأسبوع على تراجع أيضا بنسبة 0.28%. وجاء سهم الإفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع نسبة بلغت 7%. بينما تصدر سهم شركة الامتياز الاستثمارية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا نسبة بلغت 4.51%. أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة وكذلك العملات الرقمية. ارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 1.10% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 87.90 دولارا للبرميل الواحد. أصعدت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعدما سجلت خسارة شهرية خلال نوفمبر، حيث يقيم المستثمرون توقعات الطلب على الخام قبيل اجتماع أوبك المقرر في 4 ديسمبر الجاري. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 2.20% عند 1798 دولارا للأوقية.
ارتفعت أسعار الذهب مستفيدة من تراجعات الدولار الأمريكي وسط التوقعات باتجاه الاحتياطية الفيدرالي لخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة. على صعيد العملات الرقمية، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 1.50% لتغلق فوق مستوى 17,000 دولارا. تباينت أداء العملات المشفرة خلال التعاملات، فيما صعدت البيتكوين تزامنا مع انخفاض الدولار الأمريكي المتأثر بتصريحات رئيس الاحتياطية الفيدرالية الأخيرة. أعزائي المشاهدين، انتظرونا بعد الفاصل مع ضيف أرقام وأسواق، أستاذة منى مصطفى، مديرة تداول بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، للحديث عن أداء الأسواق العربية وأيضا العالمية. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. منورانا في استوديو أرقام وأسواق أستاذة منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية. مرحبا بك مع قناة أزهري ببرنامج أرقام وأسواق. منورانا أستاذة منى. أستاذة منى، في البداية، اللون الأخضر سيطر على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على مدار جلسات الأسبوع المنقضي، ما تحليل حضرتك للأداء؟ هو الحقيقة ما كانش بيقتصر اللون الأخضر على جلسات الأسبوع الماضي فقط، ولكن على جلسات شهر نوفمبر بشكل كبير. احنا لو بصينا على المؤشر التلاتيني هنلاقي أنه هو طالع أكتر من 16%، وكذلك المؤشر السبعيني طالع حوالي 14.75%، وبالتالي ده بيدعم استمرارية من الأداء الإيجابي بشكل كبير جدا. صحيح ان احنا واصلين على مستويات مقاومة بالنسبة للمؤشر الرئيسي أو المؤشر التلاتيني، وده طبعا بينعكس على أداء الأسهم القيادية وعلى رأسها التجاري الدولي اللي وصل لحدود الـ 42. نعم. بارتفاع حوالي 25% على مدار الشهر اللي فات. فبالتالي صحيح لازم نبدأ نشوف عمليات، بعض عمليات جني الأرباح، بعض عمليات التباطؤ في عمليات أو تسارع الصعود. ومتهيألي ده ممكن نحنا نبدأ نشوفه على مدار الجلسات اللي فاتت، ولكن خلال الفترة اللي فاتت احنا كان عندنا كتير من الأخبار الداعمة على مستوى الأخبار العالمية أو اللي جايالي من برة، وكمان الأخبار المحلية. كان في عمليات للاستثمار ودخل سيولة بشكل كبير جدا من المؤسسات المحلية والعربية. ساعات كان بيبقى في بعض الاستثمارات من المؤسسات الأجنبية، دخول بشكل انتقائي وبشكل مركز أكتر على الأسهم القائدة. أخبار إيجابية جدا. بالضبط. يعني احنا بقالنا من منتصف 2018 على مدار بقى السنين اللي فاتت، خاصة من بعد كورونا 2020 و2021، وإحنا كنا شايفين نزوح قوي جدا للاستثمارات الأجنبية من الدول النامية بشكل عام، وخاصة دولة زي مصر، وكمان سوق الأسهم أو أسواق المال يمكن كان في نزوح قوي جدا للاستثمارات الأجنبية. وده اللي احنا كنا بنعول عليه دايما، ان احنا عندنا شح في السيولة وضعف في الأداء على القياديات. ما كانش فيه
ما يحل محل المستثمر الأجنبي. ويمكن ده بدأنا نشوفه مع منتصف شهر يوليو اللي فات، ان احنا بدأنا نشوف عودة للمؤسسات المصرية او المؤسسات المحلية ان هي تلعب دورها الرئيسي في سوق المال وسوق الأسهم كماركت ميكر، ان هي تقدر تعمل لي فلور او قاعدة سعرية للسوق وينطلق من عندها الأسهم، او يحصل لي تسارع في أداء الأسهم والمؤشرات. ده اللي احنا شفناه على صحيح. مدار الجلسات اللي فاتت. كان عندنا كتير من الأخبار الداعمة زي ما قلنا على المستوى العالمي بشأن الـ او يعني كان محرك الرئيسي خلال ما بعد كورونا او ما بعد انتشار كوفيد 19 لحد نهاية 2021 وبداية 2022. كانت الأخبار او المؤشرات الاقتصادية خاصة اللي جاية من امريكا هي المؤثر الرئيسي على حركة الاستثمار للأموال سواء في الشرق الأوسط او في الاستثمارات بشكل عام. ويمكن ده كنا احنا دايما متأثرين بحركات الفدرالي الأمريكي او بقرارات الفدرالي الأمريكي والبيانات الاقتصادية اللي جاية من امريكا ومن شرق آسيا، كانت بتأثر بشكل مباشر على متخذ القرار الاستثماري عندنا سواء كصناديق وبال يعني بالتبعيه كاستثمار افراد، خاصه ان انت كان عندك مشاكل في سعر الصرف، كان عندك مشاكل او بدانا نواجه مشاكل في الاحتياطات الاجنبيه في توفير العمله، وبالتالي ده كان عامل انعكاس قوي على نوع من انواع الركود في الاسواق او في الاقتصاد بشكل عام. واحنا سوق المال مش بمنقى، ليه؟ لان سوق المال هو في الاخر جهه استثمار. لو المواطن معهوش او ما يتوفرش معاه الفائض اللي يقدر يستثمره، فبالتالي مش هيتجه لان هو يضخ اموال او استثمارات في اسهم او بورصه. ده كله بدا ان هو ينعكس من منتصف يوليو، وبدا ان يكون في حراك شويه على مستوى الحكومه، ادى في النهايه ان هو طبعا الحراك ده بان هم يدفعوا الصناديق الاستثماريه والمؤسسات المحليه للشراء، ده ادى في النهايه ان هم يشجعوا الافراد بشكل او باخر للمخاطره بشكل اكبر ويبداوا ان هم يستثمروا في السوق. وده اللي عمل الاكسلريشن في السوق. دايما نقول ان المؤسسات هي اللي بتعمل لي الفلور او بتبني لي القاعده، هي اللي بتبدا لي الاتجاه الصاعد، ولكن تسارع الاتجاه الصاعد والزخم الشرائي اللي بيحصل في منتصف الاتجاه هو يعني كومبليتلي من الافراد او بشكل رئيسي الافراد هي اللي بتصنعه، وده اللي احنا شايفينه وعايشين فيه دلوقتي. صحيح ان احنا وصلنا على مناطق مقاومه ممكن ان احنا نشوف منها مستويات او يعني نقدر نقول عمليات جني ارباح توصلنا لمستويات دعم ننتظر ان احنا نلاقي مشتري عندها تاني، ولكن في النهايه بشكل عام احنا بنمر باتجاه صاعد ايجابي جدا. نعم استاذه منى، في ضوء هذا الاتجاه الصاعد اين توجد الفرص، وايضا ما هي نصائحك للمستثمرين سواء داخل السوق او خارجه؟ بالنسبة لمصر احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ان السوق بتاعنا بيفتقر بشكل كبير جدا للمنتجات. يعني ايه؟ يعني ما عندناش تنوع في القطاعات وما عندناش تنوع في الاسهم اللي نقدر ان احنا بالظبط. القطاع الوحيد اللي بيتميز بالميزة دي هو القطاع العقاري. في اسهم قيادية، في اسهم كبيرة، في اسهم غالية، في اسهم رخيصة، وبالتالي في كتير من الكاتيجوريز او اللي تقدر ان هي تجذب عدد كبير من المستثمرين. بخلاف كده انت عندك القطاع البنكي يترأسه التجار الدولي والموسميه البحته هي اللي بتحكم اداء بقيه الاسهم. كذلك القطاع الاتصالات يعتبر ما عندناش غير مصريه الاتصالات. شفنا مؤخرا استاذه منى دخول مثلا سوق جديد او حاجه جديده، كره القدم يعني ممكن ما حصلش عليها يعني جاذبيه شويه لان كان اختيار غير موفق للطرح نادي الرجل المحلي. بس قصدي جديد يعني شفنا بنحاول جديد. في محاولات ولكن لازم تكون محاولات جد اكتر. تمام يعني احنا مثلا ده وقت مثالي ان احنا نبدا نطلق برنامج الطروحات وليس برنامج الاستحواذات. احنا محتاجين طروحات حقيقيه لشركات مثلا زي بنك القاهره يقدر ان هو ينافس التجار الدولي ويبدا ياخد ماركت شير منه. نبدا ان احنا ننزل شركات في قطاع الاتصالات. كذلك قطاع المواد البناء.
وبالتالي افتقار السوق وعدم عمقه تنوع. للمنتجات والتنوع ده بيؤدي بحال أو بآخر لأن الإيجابية اللي في السوق بتبدأ تكون موسمية، تمام، وبنعيش فيها لفترات قصيرة. القصيرة دي مش مم يعني مش لازم ان هي تكون كفترة من الزمن قصيرة، ولكن احنا بنتكلم كسايكل زمني، ان احنا مثلا ممكن ما نقدرش نطلع، او السوق بتاعنا ده ما يقدرش يطلع 4 سنين متتالية زي ما بيحصل في الأسواق المال العالمية، تمام. ليه؟ لأن انت ما عندكيش التنوع اللي مثلا انا دخلت سهم قدرت ان انا احقق منه عوائد مرضية بالنسبة لي، اقدر ان انا احقق الأرباح دي وارجع اتجه لسهم تاني. طيب لو هنتكلم كقطاعات دلوقتي، انت عندك قطاع مثلا زي قطاع الأدوية، وده نتيجة لتحرير سعر الصرف. عندك قطاع طبعا القطاع العقاري، نتيجة لأنه هو قطاع متنوع وفيه عدد كبير من الأسهم، ويقدر ان هو المستثمر ذو الملاءة والمستثمر الصغير ان هو يشتغل فيه، وطبعا المؤسسات. يمكن القطاع البنكي زي ما قلنا هو بيمر بحالة من الموسمية لعمليات الشراء اللي بتحصل على الأسهم بخلاف التجاري الدولي، واللي أعتقد أنه وصل لمناطق تشبع شرائي ممكن أنه يهدي من عندها شوية. وبالتالي إحنا بنقدر أن إحنا ننحصر لإما قطاع عقاري، عقاري، لإما أدوية. قطاع أدوية، أو أدوية طبعا قطاع عشان الغذائي تزامنا مع كورونا وانتشار الفيروس أكيد. بالضبط. والقطاع الغذائي كمان نقدر ان احنا نشوف فيه بعض التحركات، يمكن قطاع المطاحن او اسهم المطاحن في الوقت ده او الربع الاخير من السنه بيكون عندها نتائج الاعمال، ودائما بتكون عندها ايجابيه في نتائج الاعمال وبتتجه لتوزيع كبير من الارباح، وعليه بيكون في ارتفاعات في الاسهم بتاعتها، وده بالتبعيه بيبدا ان هو يشغل الاسهم الصغيره او الاسهم التوابع بتاعتها. نعم أستاذة منى، تابعنا قرار إلغاء مبادرة 8% للقطاع الصناعي، ما تأثير ذلك على الشركات المقيدة خلال الفترة المقبلة؟ إلغاء المبادرات الداعمة بتاعت الحكومة أو الخاصة بالفوائد المتغيرة كانت مطلب أساسي للمفاوضات في صندوق النقد الأخيرة، واللي أعتقد إن هي مستمرة لحد دلوقتي عشان يبدأوا إن هم يصرفوا لنا برنامج تمويلي آخر. وبالتالي إحنا خلال الفترات القادمة هنلاقي إلغاء للمبادرات دي تأثيرها بشكل مباشر على الأسواق هتكون بشكل رئيسي للمصنعين والمنتجين. يعني إيه؟ يعني مثلا لو لقينا الغاء مثلا مبادره دعم السياحه، وان المنشات السياحيه تقدر ان هي تعمل ايداعات للمبادرات بتاعتها او للدعم بتاعها في المركزي، طيب ده هياثر بشكل او باخر على عملي ارقام التشغيل اللي هي اوريدي قليله، تمام. وبالتالي هل ده وقت سليم نقدر ان احنا نوقف في المبادرات؟ لا، ولكن قدرة الدولة ما تقدرش ان هي تستمر في المبادرات دي اكتر من كده، ولكن ممكن ان احنا نوجه دعم الدولة بشكل اخر في ان هي تساعد القطاعات المتضررة من سياحة، صناعة، حتى القطاعات الانتاجية. واعتقد مبادرة 8% كانت متعلقة بقطاع الاسكان، و8% و3% دي الاسكان المتوسط ودون المتوسط، ما اعتقدش ان الاسكان اللي هو الاي كلاس مش هيتأثر طبعا بشكل نعم. كبير، ولكن الى حد ما هيبدأ ان هو يحرك لي السوق شوية بعد عملية الركود او التجميد اللي احنا كنا شايفينها في القطاع على مدار الشهور اللي فاتت، تمام. وبالتالي ممكن ان احنا نوجه المبادرات دي، دايما بقول ان مشكله ان احنا عندنا الدعم بيتجه بشكل نقدي، بخلاف ان احنا ممكن نستغل او نقلل من المعروض النقدي ده بان احنا مثلا نفتح او نوجه المعروض النقدي ده لان مستلزمات الانتاج، توفير مستلزمات الانتاج، مش لازم فلوس، بان مش لازم احنا حاجات نقديه بالظبط يعني ان احنا نقلل شويه من الضرائب او من فرض الضرائب، فرض الضرائب، تمام. ففي زي أشكال ما بنقول تانية كده قنوات أخرى نقدر إن احنا ندعم بيها ما تكونش مكلفة بالنسبة للدولة وتساعد بشكل حقيقي في رفع كفاءة وإنتاجية القطاعات. صحيح. تابعنا انطلاق بورصة السلع، ما تقييمك لتلك الخطوة أستاذة منى، وأيضا تأثيرها على المستثمرين والمستهلكين على حد سواء؟
يعني بورصة السلع دي على ما أتذكر إن كان يعني حديث دائر من 2011 2012، والحمد لله يعني الأسبوع اللي فات أو الحد اللي فات إحنا لقينا انطلاق لأولى جلساتها، فهي خطوة كنا مستنيينها من زمان. من زمان، وكان في يعني مباحثات ومشاورات لكيفية التطبيق والتعامل من خلالها. كانت محتاجينها في الوقت ده او توقيت ممتاز يعني على ما اعتقد، خاصه ان احنا كنا مع حرب روسيا واوكرانيا كنا بنشوف مشكله في الحبوب و صح، نقص كان كبير السبلاي تشين طبعا. بالنسبه لمواد الغذاء، وبالتالي دي عملت لي مشكله كبيره على اسعار، او اثرت لي السلع على اسعار السلع بشكل كبير ارتفاعها وعلى بشكل قدره كبير. المواطن بالتبعيه. صحيح. وبالتالي لما ابدا ان انا اطرح بورصه للسلع، يعني ايه بورصه للسلع؟ يعني هي مكان بتقدر ان هي توفر فيها السلعه سلع غذائية ولا السلع بشكل كلها. عام؟ احنا كل سلع السلع. هي كوموديتي، سلع اوكي. غذائيه وبتروكيميكالز وذهب ونفط وهكذا، تمام. بس احنا بدانا بالسلع سلع الغذائيه غذائية. لان احنا كان عندنا مشكله في القمح، يمكن تمام. احنا بدانا بالقمح الروسي للمطاحن. طيب ده بيحمي لي ان يكون في تحكم في الاسعار للسلع، لان هو طبعا يعتبر القمح هو الاساس عندنا، او زي ما بنقول رغيف العيش طبعا الاساس عندنا بالنسبه للمواطن. فان انت تبقي دوله انت المتحكمه، او مش متحكمه يعني، على الاقل بيكون في رقابه الاسعار السلع الاساسيه بالنسبه لك، دي بتوفر لك امن استراتيجي مهم جدا طبعا نقدر ان احنا نتحوط بيه مثلا في أمن حرب قوي زي أكيد. صحيح. روسيا واوكرانيا. بتقدر ان هي توصل او تقلل لي شويه دوائر التداول ما بين المنتج الاساسي والمستهلك، وبالتالي احنا دايما عندنا مشكله ان ارتفاع المنتج الاخير بيجي من ارتفاع التكلفه جزء، وارتفاع النفقات لحد لما يوصل لك في ايديك، صحيح. تمام، من نقل ومن شحن. شحن وتخزين وبالتالي اما نقلل الدوائر دي هيبدا ان هو ياثر لي في النهايه على على السعر سعر المنتج اللي النهائي بيوصل اللي بيوصل للمستهلك لي على طول. صحيح بالظبط. صحيح. تاني حاجه ان هو بيديلك بقى الامكانيه ان انت يكون عندك معروض من كذا مورد، صحيح. وبالتالي ان يكون في تنافسيه هيقلل في الاسعار او هيصب لصالح الاسعار، هيديكي منتج افضل، وبالتالي هيكون عندك وفره، او زي ما بنقول عندنا الفاريت ان احنا نختار المنتج الافضل بالنسبه لنا في سعر والسعر اقل. كويس. لسه بالظبط، كنا ويكون نقول دايما تنافسية في عندنا السعر. بالظبط، او يكون دايما عندنا الخيار ان احنا بنشتري عقود مستقبليه، بنقدر ان احنا نعمل احتياطات استراتيجيه للمطاحن والصوامع عندنا. نعم. سؤال أستاذة منى يشغل بال كثيرين، ما أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا، وأيضا ما أسباب عدم اتساق الأسعار في السوق المحلية مع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر بشكل عام؟ بصي، هو موضوع الذهب ده يعني ده انا يعني نفسي اتكلم فيه قوي ده في بقى. كل بيت مصري أعتقد، يعني احنا بنتكلم في مصر كمان، في كل بيت مصري وعربي أعتقد دلوقتي ارتفاع سعر بصي، الذهب. من قبل التحرير والناس كانت بتقول ان في مغالاه في سعر الذهب، وان ده صحيح. بسبب ان في طلب كتير وان الناس بتتجه وفي جشع من التجار. يا جماعه، الذهب يعتبر الملاذ الامن في العالم. بس في حاجه استاذه منى، هو الذهب ارتفع عالميا اوكي، بس في مصر سعره اغلى من السعر عشان العالمي، ده اللي بيحير الناس. ده بيقيم لكم قيمة العملة. ده الذهب هو اللي بيقدر لك الاقتصاد. لما نعم. الذهب كان قبل كده بنقول ان سعر الجنيه او الذهب الجنيه بيساوي 25 دولار، سوري، الدولار بيساوي 25 جنيه، كنا بنقول ان في جشع من التجار وان في ده عشان زيادة الطلب. صحيح. جماعة، احنا يعتبر الذهب لحد دلوقتي هو المقياس الحقيقي لقوة العملة بتاعت الدولة، تمام. وبالتالي لما يتم تسعير ذهب أو يتم تسعير زي ما بيقولوا الملاذ الآمن أو صحيح. أداة التحوط الرئيسية، يبقى الناس شايفة إن المستقبل القريب هيتم فيه تخفيض لقيمة العملة اللي في إيديها، وعليها إحنا مش رابطين بسعر الدولار، احنا رابطين بقوة عملتنا. معنى كده ان الناس او التجار او المنتجين للذهب بيبدأ ان هم شايفين ان قيمة العملة هيحصل فيها تقليل اكتر بالفترة الجاية، يوصل لحدود ايه؟ لحد لما الذهب يستقر. احنا دلوقتي بنتكلم في حوالي 29، وده سعر الدولار فعلا في السوق السوداء، وفي نشاط في السوق السوداء لسعر صح. للدولار الصراحة. تاني حاجة ان انت كنت في فترة من الفترات او ما قبل
مشكله توفير العمله عندنا، احنا كنا عندنا جزء من الانتاج المحلي اللي بيكون فيه احتياطات او يعني المخازن للتجار الذهب، وكان عندنا جزء بيتم استيراده. الاستيراد وقف، فبقى المنتج او الكميه اللي موجوده في السوق قليله، فبقى عندك كميه محدده بالظبط وسط طلب كبير كتير. عشان الناس شايفه ان هو ده اللي هيقدر يحافظ لي على العمله، على قيمه الفلوس نفسها بالظبط. وبالتالي هو الـ 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 زي ما بيقولوا المعيار الحقيقي لقوه العمله بتاعتك. انسوا الدولار هو بكام، تمام؟ انت قدام الجنيه وعندك الذهب. طول ما الذهب بيطلع بالجنيه معنى كده ان الجنيه بتاعنا هيبدا ان هو يشوف انخفاضات قدام العملات كلها. طب احنا رابطينه بايه؟ رابطينه بالدولار، يبقى احنا دايما بنقارن الذهب بالدولار. استاذه منى بستاذن حضرتك، هنطلع احنا والمشاهدين فاصل قصير ثم نعود لحضرتكم مره اخرى لتحليل اداء الاسواق العربيه وايضا العالميه. فاصل قصير. بنجدد ترحيب بحضراتكم مرة أخرى، منورنا في استوديو أرقام وأسواق أستاذة منى مصطفى مديرة تداول بشركة عربية أونلاين تداول الأوراق المالية. أهلا بك أستاذة منى مرة أخرى. أستاذة منى، يعني هنتكلم شوية أو هنقول على البورصات، إحنا قلنا العربية والعالمية، هنبتدي ببورصة أبو ظبي. شهدت تباين في الأداء خلال الأسبوع المنقضي لتواصل أدائها المتذبذب المائل للصعود. ما تحليلك للأداء المؤشر وأيضا توقعاتك للأسبوع المقبل؟ يعني ابو ظبي بخلاف طبعا الاداء الايجابي في نهايه الاسبوع او لاجمالي تداولات الاسبوع، الا انها زي ما حضرتك قلتي هي ادائها عرضي جدا، كان فيها نوع من انواع التذبذب على مدار الجلسات، يعني جلسه نازله وجلسه طالعه، وده في الاخر بيصب ان احنا او بيتفق شويه مع كرؤيتنا الفنيه للمؤشر ان هو وصل لمراحل تشبع شرائي كبير جدا، فطبيعي ان هو يكون عنده محطات للتهدئه، وده باين قوي على كتير من مؤشرات العزم اللي احنا بنبدا نجرب بيها او نتست بيها عزم المشتري اللي في السوق، مقابل ان انت بدا يكون في تقارب بشكل كبير من القمم اللي بتحصل على الاقل خلال الشهرين او شهرين ونص اللي فاتوا. ده بيقول لنا ان مش السوق بيفقد جاذبيته، ولكن هو بيبدا ان هو يوصل لمراحل للتشبع بشكل كبير جدا. نعم. ابو ظبي او مؤشرات الامارات بشكل عام مؤشرات الامارات بشكل خاص والخليج بشكل عام كانوا بيمثلوا الباك دور كده للاستثمارات الاجنبيه في وقت كورونا. صحيح. من بعد كورونا واحنا شايفين ضخ الاستثمارات بشكل كبير جدا في اسواق الخليج، سواء كسوق او استثمار غير مباشر في سوق المال او استثمارات مباشره كاستثمارات في القطاع العقاري والاستثمار على ارض الواقع في المشاريع الانتاجيه وعمليات الاستحواذ والاندماجات وطرح الشركات وهكذا. نعم. تمام. وبالتالي اما بدا ان يكون الاسواق الخارجيه او اسواق الاجانب في بلادهم تشهد تحسن وبعض الاستقرار، والمؤشرات الاقتصاديه الى حد ما بتميل الى الاستقرار نسبي، فبدا يكون في تفضيل للاسواق الغربيه واسواق اوروبا وامريكا عن الاسواق الامارات، وبالتالي بدا يكون مش سحب للسيوله ولكن تباطؤ لوتيره ضخ السيوله، وبدات ان هي تعتمد او تحول دفه الاعتماد على الصعود للمستثمر المحلي اللي هو في نفس الوقت بيشوف مثلا سوق زي سوق مصر هو سوق بالنسبه له جاذب اكتر من سوق الامارات، لان هو لسه بيبدا او سوق لسه فيه الفولاتايل عالي، فيقدر ان هو يعمل ربحيه اعلى من ان هو يستنى في سوقه، وعليها بدانا نشوف تباطؤ في حركه السوق. ولا الاسعار بتتحدد، سوق مصر يعتبر سوق لحد ما ارخص يعني. ارخص بكتير يعني احنا كنا لسه بنتكلم في اسهم كتير ثمنها سنت.
فيعني ايه، فده شوفي جاذب اكتر. كمية الاستثمار اللي تقدر ان هي تتضخ وتم استيعابها، مقابل ان هي لو تم استثمارها في السوق المحلي للامارات هتبدأ ان هي تديله عوائد اقل بكتير. بس لو جينا استاذه منى نقول ان سوق ابو ظبي سوق من الاسواق، او هو اكيد الوحيد السوق الواعد، يعني هي رؤيتك ليه ايه؟ مش سوق يعني ابو ظبي، هي الامارات الامارات كلها. صحيح، بس ابو ظبي اكتر، يعني فيها وضوح اكتر او سوق واعد اكتر، هو سوق اكبر، الـ 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 قطاعات التنوع اكتر، فيه بشكل صحيح. اكبر، الاسهم فيه اكتر، السيوله فيه اقوى من سوق ابو ظبي، ام سوق ابو ظبي، وبالتالي هو مجرد زي ما بقول لك كده هي استراحه بعد عمليه صعود قويه جدا استمرت معانا حوالي 2.5 سنين 3 سنين، فطبيعي ان انا الاقي استراحه في النص. تمام. طيب اداء الشركات المقيده ايه؟ وده الاهم. انا قيمه المؤشر هي بتعكس لي بصوره او باخرى جزئين، اداء الشركه المقيده وشهيه المستثمر للمخاطره. لو اداء الشركه المقيده ايجابي وشهيه المستثمر للمخاطره اعلى بكتير، فهيبدا ان هو يحصل لي الاكسلريشن او يحصل لي التصاعد المبالغ فيه اللي احنا شفناه مثلا على المؤشرات على مدار 3 سنين. تمام. وكمان احنا كنا بننوه لحاجه، ان دايما اسواق الخليج كنا بنتعامل معاها فيما سبق على ان هي اسواق التريده او اسواق الهوت ماني. المستثمر بدا ان هو يغير من استراتيجيته ومن افكاره، بدا يكون مستثمر استثماري ومستثمر استراتيجي، بدل ما مستثمر بيدور على العوائد الكوبونات او عوائد الارباح من الموزعه من الشركات او حتى التريدر الصغير. وبالتالي ده ما يقلقنيش حتى لو وصلنا لمراحل تشبع شرائي، لان انا كمستثمر استراتيجي او مستثمر داخل بانفست في كيان اقتصادي انا باصص على الفاينانشال ستيتس بتاعته، ربحيته عامله ازاي، التقدم او تطبيق السياسه بتاعت مجلس الاداره والتوسعات والانتاجيه والكاش فلو اللي داخل في الشركه وهكذا. يعني مثلا عندك اغلب شركات القطاع العقاري خلال الفتره اللي فاتت اتجهت ان هي تسوي ديونها، فده بالتبعيه هتبدا او تقلل من الديون بتاعتها. ليه؟ عشان ان هي بتعمل تحوط لاسعار الفايده اللي تقدر ان هي ترتفع، وبالتالي ممكن ان هي تكبدها مزيد من خدمه الدين. فده هيزود لي ايه؟ بشكل مباشر هيزود لي حقوق الحقوق بتاعت الافراد او المساهمين، حقوق المساهمين بتاعت، انا مش انا بلاقي اكسبريشن بالعربي، حقوق المساهمين للحاملي الاسهم بتاعتها. طيب لما انا القيمه بتاعتي الشركه دي ايه اللي بتيجي؟ اصولها ناقص او الاصول ناقص الالتزامات. تمام. فلو انا عمال اقلل الالتزامات يبقى انا بشكل غير مباشر بعظم الاصول طبعا. يبقى السهم اللي في ايديا ده اصل قيمته بتتعظم، وبالتالي انا مش هدور ان السهم بتاعي بدا ان هو يقل في السوق بنسبه 10 ولا 15%. ليه؟ لان انا كسهم قيمه عادله هي مغطيه لي ده كله، وربحيه السهم اللي بتتوزع لي بشكل دوري مغطيه لي الربحيه اللي هي الفرق الكوبونات، ده يعني التوزيعات النقديه دي. التوزيعات النقديه بتاعتي تمام، بالتالي مغطيه لي الفرق ده، صحيح. وعليه انا هفضل محتفظ بالسهم عندي. فالأداء العام هو أداء إيجابي في المجمل، ولكن لا بأس أبدا إن احنا بعد جارية طويلة نقف ناخد نفس. استراحة، استراحة محارب زي ما بالزبط. احنا بنقول. طيب أستاذة منى، وماذا عن سوق دبي الذي ارتفع في مجمل الأداء على مدار جلسات الأسبوع المنقضي أيضا؟ يمكن من وجهة نظري سوق دبي هو أكثر واعدية من سوق أبو ظبي خلال الفترة اللي جاية. سوق دبي كان ماشي بشكل عرضي خلال شهور فاتت كتير، ويمكن ابو ظبي كان سابقه بمراحل، ويمكن ده اللي باين عندنا. يمكن دبي طلع 3% خلال نوفمبر، مقابل ان ابو ظبي بدا ان هو يعني يفلكتويت في حته عرضيه قوي، ما فيش فرق ما بين الفتح الشهر وقفله. تمام. وبالتالي ممكن ان احنا نلاقي تحول للاستثمارات مش بشكل كبير ولكن بشكل مؤقت من او المستثمرين خاصه الافراد من شركات المدرجه في مؤشر ابو ظبي الى مؤشر دبي، خاصه ان انت كمان عندك المراجعه بتاعت الام اس سي اي بدات ان هي كانت اعتقد امبارح يوم الاربعاء، ف
بدأت ان هي تدخل سهمين في الشركات الصغيره المتوسطه، وده سهمين الاثنين في مؤشر دبي، وكان عندهم زخم كبير للشراء على راسهم ملتبلاي، فبالتالي هم دولت اللي عززوا من المكاسب الاسبوعيه وبالتبعيه المكاسب الشهريه لمؤشر دبي. ويمكن ده بدأنا نشوفه او نلاحظه في عمليات الشراء المكثف او عمليات التوجيه بتاعت الشراء، وكمان قيم التداولات اللي هي يعني كان في امباكت مباشر كده لقيم التداولات اللي هي زادت عن متوسطاتها. يمكن احنا كنا متوسط بنعمل 560، دلوقتي 780 مليون، فبالتالي بدأ ان هو يكون في تحسن طبعا. بشكل كبير لل ال ال قيم التداول. وبالتالي انا اعتقد ان هيكون في افضليه في الحركه الايجابيه، او يعني زي ما بنقول كده، بما ان ابو ظبي هيبدا انه يتحرك في نفس الاداء العرضي المائل للصعود بتاعه، دبي هيشوف لا تحركات او رابدز كده، تحركات صاعده بوتيره اعلى او في الأيام اعلى في كمان. القادمة توقعاتك بالظبط. أستاذة منى. أكيد. طيب، أعلنت الشركة العالمية القابضة اكتمال إجراءات زيادة رأس مالها بنسبة 17%. نقول ما تأثير تلك الخطوة على أداء السهم الفترة المقبلة، وهي خطوة مهمة جدا أكيد. بصي، هي الشركة ليه بتعمل زيادة رأس المال؟ عشان هي أصدرت 372 مليون سهم عشان تقدر إن هي تستحوذ على 3 شركات تابعة في إنفينيتي، تمام. وبالتالي لازم إن هي توازن الأسهم اللي موجودة في السوق مع دخول الشركات دي لحوزتها وخروج شركات تانية لإنفينيتي. يعني إيه اللي حصل؟ هو حصل زي إنفينيتي والقبضة العالمية عايزين يندمجوا، تمام؟ فالقبضة العالمية استحوذت على 3 شركات من انفينيتي تابعة لانفينيتي، وانفينيتي استحوذت على 3 شركات تابعة للقبضة العالمية، وبالتالي بناء عليه القبضة العالمية لازم تعمل زيادة رأس مال عشان دخلت أصول تاني في المجموعة. المجموعة بتاعتها. نعم. عملت ايه؟ أصدرت أسهم ب 372 مليون سهم لازم تعمل بيهم زيادة رأس مال، فهو تمام. ده ال 17% من اجمالي الاصول بتاعتها. هيتاثر عليها ايه؟ انا يعني ما اعتقدش ان هي هتاثر بشكل كبير، لان يعني احنا شايفين الشركه من ساعه لما تم طرحها في السوق هي بتشوف عمليات استحواذ واندماج زيادة، قوي جدا، صحيح. يعني بتوسع من اذرعها الاستثماريه في قطاعات كتير. صحيح، قدامنا الشارت كمان استاذه منى على الهواء، وواضح ان في صعود كبير جدا احنا شايفينه في العالميه بالظبط. القابضه. ليه؟ لان هي زي ما قلت لك اغلب الشركات اللي موجوده في سوق الامارات هو بيركز على المداومه الاستثماريه وتحقيق الاهداف على المدى الاستثماريه الطويل، على صح، الاجل الطويل. صحيح. بالظبط. طيب، اسواق المال الاماراتيه شهدت نشاطا ملحوظا منذ بدايه العام، ما اسباب ذلك بوجهه نظرك استاذه منى؟ احنا شايفينه كلنا اكيد، وبنقراه وبنقوله اكيد كل يوم. دايما بنقول ان البورصه هي ترمومتر اساسي صحيح. لقياس قوه الاقتصاد والاداء الاقتصادي للدوله بشكل عام، وبالتالي لما الاقي في تحسن فيه، خاصه ان في دوله فيها استابيليتي عاليه زي الامارات، صحيح ان احنا عندنا مشاكل في بعض القطاعات، ولكن هي قادره ان هي تعالجها او عندها من الخطط ان هي تعالجها، وبالتالي وبيتم معالجتها فعلا. احنا مش احنا يعني ايه مش بنقول ان هي قادره ان هي تعالجها من منطلق التصريحات، تمام، ولكن هي اوريدي في بتاخد خطوات جاده على طريق معالجه المشاكل ديت، وبالتالي هي بتعمل لي استقرار اكتر واستابيليتي اعلى للاقتصاد بتاعها، وعليه ده بينعكس لي في نشاط الشركات المقيده ونشاط الاستثمار المباشر اللي بيتم على الأرض الواقع، وعليه هو بيعزز لي من استمرارية الأداء ونمو الإيجابي صحيح. للدولة مستقبلا، سواء المستقبل القريب أو البعيد. وبالتالي لما أنا مستثمر ألاقي إن في دولة بتحقق لي قبل النمو أو قبل العوائد الربحية المرتفعة، هي بتحقق لي استقرار للنمو العوائد ديت، هبدأ إن أنا أوجه استثماراتي طبعا. ليها. ايه الدوله وايه شركاتها وايه قطاعاتها؟ هي الشركات المقيده في البورصه بتاعتها او في مؤشر سوق المال بتاعها، وعليه انا بشوف نفس الجاذبيه بتاعت المستثمر اللي جاي بيحط فلوس في الدوله وجاي بيفتح مشاريع في الدوله، هو جاي خاطر ان هو ياخد شير من الاسهم الموجوده او المطروحه في السوق، وعليه انا بلاقي جاذبيه كبيره جدا، مش بغرض ان انا
اعمل ارباح سريعه كهوت ماني، انا بغرض ان انا الفلوس المستثمره هتقدر ان هي تدر عائد بشكل او بنمو ثابت لاجال طويله، وعليها ده بيديني استقرار في الصعود. زي ما بيقولك احنا مثلا، مع انها يعني مقارنه ما ينفعش تتقال، بس مثلا للتوضيح احنا مثلا طلعنا من نص سبعه لحد دلوقتي ما يقارب ال 2000 نقطه، تمام تمام، في قد ايه اشهر؟ حوالي 3 شهور، 3 شهور، 3 شهور ونص. تمام، الامارات بتطلع ال 2000 نقطه ديت في سنه. تمام، العوائد من الاستثمار عندنا مش يعني الاستثمار على رأس المال، تمام، اللي هي الأرباح السوقية اللي أنا فرق البيع والشراء، ممكن هي توصل لي في خلال الثلاث شهور ونص دولت ل100%، تمام، مقابل إن الاستثمارات أو الاستثمار في شركة مدرجة في أسواق دبي ممكن هي تكون عاملة لي 25-30%، تمام، ولكن أنا باخد ال100% دي واخرج اقول للسوق كده يعني عم اوت اوف ماركت لحد لما تبقى ايه تنزل لتاني الاسعار اللي انا شايفاها جاذبه وابدا ارجع قصيره، يعني في مدة بالظبط. ربحيه في مدة قصيره. احنا بنقول ان السوق دايما نقول كده ان اللي بيتحرك بسرعه نفسه قصير، وبالتالي المستثمر هنا نفسه قصير برضه، وعليها انا ما اقدرش اعول ان السوق هيفضل طالع استمر. بنفس الاستقرار سنه جايه، ولكن انا اقدر اقول لك ان مؤشر ابو ظبي او مؤشر الامارات او شركه اكس من الامارات انا اقدر ان انا اخد منها 25-30%. الاستمراريه اهم بالظبط، مش ربح وقتي او مده قصيره، الاستمراريه على المدى الطويل. ده بيجيب لك نوعيه من المستثمرين تقدر ان هي تساعدك في بناء الاقتصاد، مش صحيح. مستثمر الهوت ماني اللي بيجي ياخد الفايده الصغيره السريعه ويخرج تاني. صحيح. أخيرا أستاذة منى، ننتقل إلى أسواق المال العالمية. رئيس الفيدرالي ألمح أو قال إنه من الممكن البدء في عدم رفع الفائدة بشكل كبير في ديسمبر المقبل. ما رؤيتك لسياسة الفيدرالي الأمريكية الفترة المقبلة؟ بصي، هو الخطاب يعني احنا لو هنحلل بس ايه، عشان احنا دايما في خطاب الفيدرالي احنا بنحلل ايه البادي لانجوج بتاعته، تمام. الخطاب المره دي اللهجه بتاعته اقل حديه من الخطابات اللي فاتت. الخطابات اللي فاتت كان بيقول لك انا ماضي في طريقي لا رجعه، تمام، انا عندي مستهدف للتضخم لازم اوصل له، يعني لازم اوصل له حتى لو عانينا كلنا من الاثار الناتجه عن رفع الفايده والبرنامج التشديدي اللي انا بعمله، تمام. المختلف في المره دي ان هو قال لك لا، انا مستمر في اللي انا بعمله، يعني انا هستمر على سياسه التشديد ورفع الفايده، ولكن ممكن ان انا اقلل الوتيره بتاعتي شويه. صحيح. وده ادى امل للمضاربين ان احنا مثلا بدل ما كنا رفعنا 75 او الفدرالي رفع 75% الاربع اجتماعات اللي فاتت، احنا مثلا 14 ديسمبر الاجتماع اللي جاي ممكن يرفع نص، وممكن ان خلال الكوارتر اللي جاي يرفع بوتيره اقل، يعني زي ما احنا بنقول وممكن الكوارتر الجاي من 2023 ان هو يتمسك او يفضل يرفع نص في نص. هو حاطط مستهدف ليه ان هو هنرفع لحد 7% على نهايه 2023، تمام. لو هو رفع نص المره دي هيبقى حوالي 4 4 وربع، وعليها الارتفاعات اللي جايه هتكون وترتها اقل، وده بيدي طمأنينة أكتر أو استقرار أكتر للمستثمر إن أنا مش هواجه عمليات لسحب السيولة أو لتوجيهها للسندات وأذون الخزانة بشكل كبير، ويمكن ده اللي باين عندي في العوائد ما بين الـ 10 years والـ 2 years. نعم، للسندات إن شاء الله القادم أفضل. أستاذة منى، بشكر حضرتك جدا لتواجدك معنا في أرقام وأسواق، نورتينا، وإن شاء الله لقاءات أخرى بإذن الله متميزة كالعادة. ميرسي. شكرا جدا. بشكركم مشاهدينا، كانت منورانا في الاستوديو أستاذة منى مصطفى، مديرة تداول بشركة عربية أونلاين تداول الأوراق المالية. بشكر حضراتكم جدا جدا، وإن شاء الله يتجدد اللقاء بكم في أرقام وأسواق. تحياتي لكم إنجي علاء، إلى اللقاء.